السلام عليكم ومرحبا بكم كيف العادة في قناة أم جنات بعيادي. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا أو لتتمة ديال الفيديو السابق ديال مولي كيك جاتو كيجي هائل بمناسبة العيد المولد النبوي أو لا أنيفرسير أو لا زيادة كيجي هائل. غادي نبداو على بركة الله بالمقادير. في كاسرونة غادي نديرو الكريمة 700 مليلتر ديال الكريمة وكريمة سائلة وبيان سور حلوة. غادي نديروها حتى تسخن مزيان يعني كتس زبدة دير هذاك الفقاعات ودائما على نار مهيلة باش ما تحرقش ليكم دغيا. غادي نديرو في إناء الشوكولات والشوكولات دائما يكون من نوعية الجيدة من الأحسن وغادي نصبو عليه هذاك الكريمة. غنخليوه واحد جوج ديال الدقائق هكا حتى تبدا يدوب لينا هذاك الشوكولات وكنعاونو بواحد الفوي اولا بسباتول الشوكولات باش يدوب لينا مع الكريمه اللي سخنا على هذه الطريقه. فغادي ناخذوا البلاستيك الغذائي وغادي نغطيو الكريمه مزيان يعني غادي نضغطوا عليها باش ما ديرش هذيك القشره الفوقانيه وغادي ندخلوه واحد الليله ليله كامله للثلاجة. من بعد اولا على الاقل 8 ديال السوايع. من بعد غادي ناخذوا الكريمه اولا الخليط اللي درنا في الثلاجة وغادي نديروه في واحد الاناء اللي غادي نخدموه فيه على هاد الطريقه وغادي نطلعوه مزيان يعني بالباتور اولا في العجانه يعني حتى تيطلع وكيولي على هاد الطريقه. غادي نرجعوه للثلاجة غير باش يبقى قابض شويه في راسو على ما وجدنا مولي كيك اولا الكيك ديالنا اولا الجينواز. غادي نحطو الجينواز وغادي نبداو نسقيوها مزيان 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 لحقاش كتكون ناشفه هكذاك علاش من الاحسن غادي تسقيوها. فانا السقوه درتها بالقهوه والماء وسنيده يعني كاس ديال القهوه وكاس ديال الماء وثلاثه ديال المعالق ديال السنيده فكيبقى الاختيار ديالكم على حسب الذوق ديال كل واحد. تقدروا تزيدوا عليه حتى الكاكاو. منين كتسقيوها مزيان كتبداو ديروا الكريمه على هذه الطريقه ومن الاحسن تكون يديكم شويه خفيفه غير باش تقادوها بسرعه وتكون عندكم هاد سباتول من الاحسن اللي تقادوا بها الكريمه. ما تكونوش بخلاء وعلى الكريمه وتكونوا اقتصاديين بزاف فكتروا شويه الكريمه لحقاش هاد النوع ديال الكيك كيبغي يكون فيه الكريم لاكريم زايده بزاف فكتستمروا على هذه الطريقه طبقه بطبقه كيف ما غادي تلاحظوا او لا كيف ما غادي تتبعوا ان شاء الله في لا فيديو.
ففي الطبقة الثانية أو الثالثة كتبقى كاختيارية، كديروا شيء إضافة، كتقدروا ديروا دي بسكوي اللي كتكون كروستية. أنا ضفت اللوز، كنت مهرمشاه يعني مدخلاه الفران وهرمشته، كيجي رائع وبنين وكيعطي واحد لوكو زوين. بالنسبه للمرحله الاخيره فكنديروا الكريمه تقريبا بواحد الكميه اللي هي كبيره ومضاعفه على الكميه اللي كنا كنديروا قبل، باش كنغطيو الكيك كامل يعني من الجوانب من السطح، يعني باش ما يبقاش يبان لكم هذاك الجينواز او لا الكيك. فكناخد كنستعمل انا هاد سباتول باش كنقادو الجوانب وكنقادو السطح مزيان باش تولي عندنا في مستوى واحد، يعني تاخد واحد الشكل اللي هو يكون زوين ومقاد. فكنبقاو نزيدو الكريمه يعني في الجوانب اولا في البلايص اللي كيبانوا ليكم باقيين خاويين اولا باقيين باينين، باقي باين ليهم الجينواز. فكتبقاو تضيفوا الكريمه وتقادوا بليسباتول، يعني من الاحسن ومهم مهم مهم يكون عندكم هاد ليسباتول باش تقادوا الكيك ديالكم مزيان، باش منين تبغيو ديروا الكاناج ياخذ واحد المنظر اللي يكون جميل. كنستمروا على هاد الطريقه. هاد المرحلة والمرحلة الأخيرة فكتاخد أو كتطلب الوقت وكتطلب واحد الخاطر باش تقادو الكيك ديالكم. فضروري أي حاجة منين إلا بغيتو تعطيكم منظر زوين فضروري كتعطيوها شوية من الوقت ديالكم وشوية ديال الخاطر باش تعطيكم منظر زوين في الاخر ان شاء الله باذن الله. كيف ما قلت لكم راه كتبقاو تضيفوا، كيف ما كتلاحظوا كل مره كنضيف شويه ديال الكريمه في البلايص اللي كيبانوا ليا باقيين خاويين او لا باقيين يعني شيء كبير على شيء، فكنضيف الكريمه باش نقاد في مستوى واحد الكاطو او لا طرطه كامله على هاد الطريقه. كتحاولوا منين كتعمر لكم هاد سباتول فكتخويوها باش ما تخسرش لكم بلاصه اخرى. انا راه حيدت الجوانب او حيدت الكريمه اللي كانت طايحه في لو بلون. دابا غادي نخدم الكاناج، غادي ناخذ 100 غرام ديال شوكولات كحل ودائما النوعيه الجيده عفوا، وغادي نضيف عليها واحد 200 مليلتر ديال الكريمه السائله وغادي نخدموها حتى تيدوب لينا هذاك الشوكولات على هذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا. من بعد غادي ناخذ
هاد القرعات ديال المايونيز اولا ديال الكيتشوب فكيكونوا كيتباعوا، وغادي نصبو عليها اولا غادي نصبو فيها هذاك الكاناج اللي صايبنا. كنخليوه غير شويه يدفى لحقاش كنخويوه في القرعه وهو سخون بزاف، فما كنقدروش نكبوه على الكيك اولا على الطرطه، هو سخون فغادي يذوب هذيك الكريمه. فكتخليه غير يدفى غير واحد شويه، واحد 3 دقائق او 4، وكتبداو تكبوه فوق من الطرطه. فانايا كنمشي وكنجي، علاش؟ حيت بغيت هذوك الخطوط يكونوا نازلين حتى لتحت، فالا بغيتوهم ما ينزلوش لكم حتى لتحت حتى غير في الوسط فكتدوزو غير مره. انا كيف ما كتلاحظوا في الفيديو راه كندوز المره الاولى والمره الثانيه حيت بغيت هذوك الدميعات يكونوا نازلين كاملين حتى لتحت. فهذاك الشيء اللي تبقى لنا فغادي نكبوه في الوسط وغادي نقادوه دغيا بسباتول، يعني تكون يديكم شويه خفيفه باش يتقاد. فهادو هما يعني التزيينات اولا اللي غادي نزين بهم في فوق من الطرطه. شط لي شويه ديال الكريمه درتها في البو باش ندير بها هاد الوريضات، يعني كيبقى الاختيار والذوق ديال كل واحد في التزيين. واي حاجه متوفره عندكم فكتزينوا بها. انا خديت هاد لي بسكوي، خديت هاد لي غولي، غادي ناخد نوغا، غادي ناخد لي شوكولا، يعني انواع ديال الشوكولا مختلفه بنكهات مختلفه باش حتى الكاطو يجي هكا منوع في النكهات ديال الشوكولا. كتستمروا على هذه الطريقه حتى تكملوا تزيين ديال الطرطه. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك الامريكي، كيجي رائع منظرا ومذاقا. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلي لايك لي بارطاج وبالكومونتيرات، يعني بالتعاليق الزوينه ديالكم بالاراء سواء كانت ايجابيه او لا سلبيه فمرحبا بها. بالدعم ديالكم وبهالتعاليق فكنزيدوا القدام وكنعطيو اكثر. نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. وعواش مبروكه وعيد مبارك سعيد للجميع ولجميع الامه الاسلاميه. فإلى اللقاء، الوصفة جديدة إن شاء الله بإذن الله، ونتمنى الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. إلى اللقاء مرة ثانية.